السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة كاشستو، جينا نصور شقة مساحتها 165 متر مربع، ثلاث غرف وصالة، الدور التاسع آخر دور. زي ما احنا ملاحظين عندنا أربعة شقق في كل دور، وعندنا عدد اثنين من الأسانسيرات، هذا واحد هذا اثنين. أول ما نخش مدخل الشقة زي ما احنا ملاحظين على اليمين دولاب خاص بالعبات والأحذية، نجي هنا على اليسار أيضا دولاب نقدر نستخدمه كأرفف للأحذية أيضا، الانترفون زي ما احنا ملاحظين. يسارنا الغرفة الأولى، مساحة الغرفة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله، أصالتها الطبيعة، نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على اليمين دورة مياه أولى ومغسلة جانبية، نطلع نجي على الغرفة الثانية على المطبخ، آسف دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله، مكان لغسالة الصحون والفرن والشفاط ما شاء الله، دولاب ذات جودة عالية كواليتي. في مخرج البلكونة من المطبخ، البلكونة هذه اطلالتها على الطبيعة، اطلالة جدا رائعة ما شاء الله تبارك الله، ومساحة البلكونة مناسبة. مقابل المطبخ عندنا دولاب هنا خاص أيضا كأرفف نستخدمه كغسالة الملابس، والأرفف هذه للملابس أيضا، يعني كل شيء مجهز ما شاء الله تبارك الله بدواليبها. نجينا على الصالة، هذه مساحة الصالة مساحتها كبيرة وشرحة، لها مخرج البلكونة أيضا، واحنا ملاحظين أيضا ديكورات سقفية وإضاءة ليد، والواجهة الأمامية واجهة كبيرة أربع درف، إطلالة هنا على الطبيعة، لها مخرج للبلكونة أيضا الصالة، إطلالة جانبية على الطبيعة وعلى البحر أيضا. طالة جدا رائعة. إطلالة الطبيعة، إطلالة البحر. وهذه مساحة البلكونة، مساحة كبيرة وشرحة. منطقة كاشستو منطقة راقية ومنطقة حيوية جدا. عندنا جواهر مول قريب جدا من الموقع. فندق نوفوتيل، المطار جدا قريب من الموقع، تقريبا 7 دقائق تقريبا من الموقع إلى المطار. وسط المدينة 10 دقائق تقريبا. منطقة حيوية جدا، منطقة يومرا اللي هي كاشستو، والخدمات متوفرة فيها. عندنا ألعاب أطفال، جلسات عائلية، مساحات خضراء، مواقف مغلقة، مواقف مفتوحة، مسجد، سوبر ماركتات، مطاعم، كل شيء موجود تحت المجمع. نكمل تصوير باقي الشقة. نطلع من الصالة نجي هنا على الحمام الرئيسي انتو الكرامة. عندنا المغسلة والمروش والكلوزيت. دولاب أحمر راكب. نطلع نجي هنا على
الغرفة الثانية مساحتها كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، اللي هي غرفة الماستر، مكان خاص للسرير وديكورات سقفية وإطلال على البحر. غرفة الماستر ولها حمام خاص أيضا بغرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر مع مروش زي ما احنا ملاحظين. نجي هنا على الغرفة الأخيرة بجوار غرفة الماستر، مساحة متوسطة تقريبا 3×4، وأيضا إطلالتها على الطبيعة وعلى البحر. شقة جميلة جدا، تشطيبها راقي، الأرضيات كلها باركيه ما شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.